السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد اوقاتكم متابعي مطبخي مطبخ اكلات شامية، ان شاء الله تكونوا بخير على طول. اخواني اليوم الفيديو كتير رائع ومميز، بنصحكم كلياتكم تشوفوه لانه فيه شرح كامل لطريقة تحضير افضل نوع من العجين، عجين الفطاير، بينجح للفطاير وللبيتزا لكل المعجنات. وكمان رح جهزه اليوم بحشوة السبانخ المفيدة كتير، معروف عن السبانخ قديش فيها فوائد، اليوم رح جهزكم اياها بطريقة ان شاء الله هتكون صحية وطريقة سهلة كتير وممتازة، وإذا جربتوها إن شاء الله بتعجبكم. فخليكم معي لآخر فيديو تشوفوا طريقة تحضير فطاير السبانخ. بداية إخواني حنجهز السبانخ، عندي هون طبعا السبانخ بنجيبها بنغسلها ونقطعها بالتقطيع، بدكم إياها يعني تقطيعة ناعمة أو وسط خلينا نقول، وهون على طنجرة بحطها على نار. وهلا بدي تبل السبانخ، فبحطهم بطنجرة بس بدون ما أضيف عليها شيء نهائيا، بحطها على نار متوسطة وبقلبها شوي لحتى تطلع السبانخ المي اللي فيها. في طريقة تانية هي انه بيحطوها بينزلوها بلانش بقلب المي السخنة، بينزلوها شوي دقيقتين ثلاثة بقلب المي السخنة عم تغلي وبيطلعوها بعدين على المصفاية مباشرة، كمان بتنجح. انا هي الطريقة اللي بحبها. شوفوا كيف قلبت السبانخ شوي على النار، لاحظوا كيف دبلت طلعت المي اللي فيها. هلا مباشرة باخذها بحطها بمصفاية لحتى تطلع كل شيء مي موجود بقلب السبانخ. بالفطاير لما بدي استخدم الفطاير السبانخ بالفطاير لازم يكون السبانخ او الحشوة الفطاير بشكل عام لازم يكون ناشفة ما فيها سوائل ابدا. فهلا هون حطيتهم بالمصفاية، لاحظوا كيف المصفاية، وحطيتها بطنجرة بستناها شوي تقريبا لحتى تصفي المي اللي فيها، ما في داعي احط لها تقيلة او عصرة، هي لحالها بتشرب المي اللي بقلبها. هلا بنتقل للمرحلة اللي بعدها، على النار بجيب طنجرة بدي اطبخ فيها السبانخ، بحط لها زيت زيتون، اطيب شيء بيجي معها زيت الزيتون، ممكن استخدم الزيت النباتي ولكن زيت الزيتون بيعطيني نكهه كثير طيبه. بدي اضيف لها بصله مفرومه ناعمه، بصله واحده تقريبا حجم وسط، طبعا المقادير كلها بتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. مفرومه بصله ناعمه، بدي اقلب بصله تقريبا دقيقتين ثلاثه على النار بالزيت لحتى تدبل البصله شوي. وهلا بضيف لها السبانخ، السبانخ بعد ما صفيتها من المي برجعها على المي على الطنجرة، وهلا بدي اقليها مع البصلة لحتى تتقلى شوي السبانخ، ما بكتر عليها شغلة دقيقتين لثلاث دقايق بس مو أكثر، بس مجرد تقليب، عندي السبانخ مستوية تمام والبصلة استوت، فما في داعي بس بقلبها شوي تقريبا دقيقتين لثلاث دقايق لتاخذ بس من نكهة الزيت وتتقلى شوي ورقة السبانخ. هيك اخواني صارت عندي جاهزة. هلا بدي اضيف لها البهارات، البهارات اللي حضيفها انا حضيف اول شيء الملح، وضيف لها الفلفل الابيض، ممكن استخدم فلفل الاسود، وضيف لها الكزبرة اليابسة، وحضيف لها كمان الفلفل الاحمر الفليفلة الناشفة المطحونة، وممكن ضيف لها رشة صغيرة من الكمون اذا بتحبوا طعم الكمون معها، انا هون ما ضفتها، هون ضفت ملح فلفل فلفل احمر وكزبرة يابسة، بقلبهم مع بعض. هيك عندي السبانخ انطبخت وصارت جاهزة. هلا لسه بدي اضيف للرمان ودبس الرمان والسماق، طبعا على البارد هدول بضيفهم، ما بضيفهم هلا. هلا هيك قلبتها تقليبتين، هلا برفعها عن النار، وهيك عندي السبانخ صارت جاهزة، برجعها عن المصفاية حتى تصفي السوائل كمان اللي طلعت منها، وبتركها لحتى تبرد تماما. وهلا بنتقل معكم اخواتي لتجهيز العجينة، العجينة مثل ما قلت لكم هي العجينة لكافة انواع الفطاير حتى للبيتزا بتشتغل، عجينة كتير بسيطة ما بستخدم فيها البيض، مكوناتها بسيطة وموجودة بكل بيت. بداية عندي مي دافية، بضيف لها حليب بودرة، طبعا مثل ما قلت لكم المقادير كلها اسفل الفيديو صندوق الوصف، بضيف السكر والخميرة الجافة. هلا هدول بدوب السكر والخميرة والحليب مع بعضهم البعض وبتركهم تقريبا خمس دقائق لتبلش الخميرة تتفاعل.
هلا اخواني بعد ما مضى 5 دقائق الخميره بلشت تطلع الفقاعات الهواء، معناتها بلشت تتخمر. هلا بضيف لها الطحين وبضيف له الملح. هلا بقلبهم مع بعض. صفى عندي بس الزيت للتنعيم، ما بضيفه هلا، بضيفه بعد ما اعجنها. هلا بدي اعجن المكونات كلها مع بعضها تقريبا 2 لـ3 دقائق لحتى تصير عندي عجينه متماسكه وطريه. لاحظوا كيف العجينة اتماسكت مع بعضها وطرية. هلا بضيف لها الزيت للتنعيم لحتى نعم فيها العجينة. هلا بدي اعجنها تقريبا شي 3 دقائق لـ4 دقائق لحتى تنعم معي العجينة تماما، وهيك بتصير عجينة الفطاير جاهزة. لاحظوا كيف اخواني العجينه طريه وناعمه، هيك لازم تكون بهذا الشكل، شكلها على شكل كره. وهلا بدي اتركها لحتى تتخمر ويتضاعف حجمها. برش رشه طحين وبرش عليها كمان على العجينه طحين وبغطيها وبتركها بمكان دافي تقريبا من نص ساعه ل 45 دقيقه لحتى تتخمر ويتضاعف حجمها. هلا اخواني هون الحشوة السبانخ بعد ما بردت، هلا بضيف لها السماق. السماق بيعطيها حموضة، اذا ما نوجد فينا نستغني عنه، فينا نستخدم هون كمان عصرة ليمونة كمان بتعطيني حموضة. المهم اعطيها شوية حموضة للسبانخ، وبضيف لها دبس الرمان. وهلا بقلبهم مع بعضهم منيح، بعدين بضيف لها حبات الرمان. الرمان لازم يكون حامض، هون حب الرمان لازم يكون حامض، ضيفه وبقلبه تقليبه بسيطه بس مشان ما يعني مشان نحافظ على حب الرمان مثل ما هو موجود بالسبانخ. وهيك اخواني الحشوة صارت جاهزة تماما. هلا بدي انتقل لتشكيل العجين، كيف شكل العجينة وكيف اعمل قراص الفطاير بالسبانخ. عندي العجينة هون ضعف حجمها بعد تقريبا 45 دقيقة، اختمرت اشتغلت الخميرة وتضاعف حجمها وتعبت هواء. هلا بدي مد العجين. على الطاولة بدي مد عليها العجينة، برش رشة طحين ومد العجين بالشوباك. تقريبا سماك العجين بدي اياه تقريبا 3 ملي، 1.5 ملي، 3 ملي، مو اسمك من هيك عشان ما تطلع معجنة. وهيك هلا بعد ما مديت العجين مثل ما قلت لكم تقريبا سماكة 2.5 لـ3 ملي. بدي اقطع العجين، بجيب عندي كتر انا هون على شكل دائري. اول شي بطلع الهواء من العجين، بريح العجين اسمها بطلع الهواء تحت العجين. بعدين بدي اقطع العجينة لدوائر، اي شي عندكم مثل كاسة زبدية، اذا عندكم كتر طبعا افضل. انا هون عندي كتر دائري تقريبا قطره 8 سنتي، لاقطع العجين بهذا الشكل على شكل دوائر. مثل ما قلت لكم فيكم تستخدموا اي شيء، المهم انه يتقطع عنكم على شكل دوائر. هلا بالنسبة للعجين الزايد طبعا ما بكبه، العجين اللي زاد على الاطراف هذا برجع بعجنه وكمان بغطيه لبينما انتهي من تشكيل الفطاير.
برجع مده وبرجع بشتغل فيه نفس الشغل، كمان برجع مد مرة ثالثة لحتى ما كب أي قطعة عجينة. بهذا الشكل بعجنها، بسيق قطعة واحدة على شكل كرة وبغطيها بنايلو، وكمان بتركها بمكان دافي لبينما خلصت شغل 10 دقايق تقريبا شغل بالفطاية، برجع مدها بتكون ارتاحة، بترجع بتمد معي برياح. هلا بننتقل للحشوة. بجيب الحشوة، أنا عندي تقريبا معلقة كبيرة من الحشوة، بحط كل قطعة من العجين معلقة كبيرة من الحشوة مثل ما ذكرت لكم بهذا الشكل. هلا بالنسبة لتشكيل العجين على شكل أقراص السبانخ، باخذ القطعة بهالشكل، هاد دائرة العجين بهالشكل، بسكرها من طرف وبضغط عليها كتير منيح حتى تتسكر هيك للمنتصف، بضل بسكرها لحتى تصير على المنتصف تماما. مثل ما قلت لكم لازم اضغط كتير منيح لحتى ما تفك معي، برجع باخذ طرف من الجهة التانية هيك على المنتصف وبسكره من الجهتين، بيعطيني اشارة مرسيدس هيك بدي اياها تطلع معكم قطعة الفطاية بهذا الشكل. هيك تشكيل، طبعا انتو فيكم تشكلوها بالشكل اللي بدكم اياه، بس هي متعارف عليه هذا الشكل بالنسبة لحشوة السبانخ. بسكرها كتير منيح، برجع بأكد عليكم لازم تتسكر تمام. باخدها على صينية فرن مدهونة بشوية زيت أبيض، زيت نباتي. هلا لعد لكم وحدة تانية، باخد قطعة العجين بركز الحشوة النص تماما، برجع بضغط عليها من على الطرف للمنتصف على شكل نص قوس، بضغط عليها كتير منيح لحتى تسكر، برجع بفتلها باخد الطرف الثاني على المنتصف وبسكر الجهتين بهذا الشكل. بدي جهز كمية كلها مثل ما قلت لكم، برجع بفرد كمات العجين، كمان برجع بقطعها وبدي احطهم بصينية فرن تكون مدهونة بشوية زيت نباتي. مجرد ما انتهيت من الكمية، طبعا انا بحاول انه العجين يكون مغطى، ما اتركه بمكان فيه هواء، اذا كان مهوى المفروض غطيه بقطعة نايلو. بعد ما يكون عندي جاهز هيك بهالشكل، بدخله على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، شغال فوق وتحت. ممكن يشغل بس من تحت لمدة 15 دقيقة اذا بيشتغل لحال، وبعدين من فوق 5 دقايق بس لتاخد لون، وهيك بتطلع عندي الفطاير جاهزة، فطاير السبانخ. مثل ما شفتوا طريقة تحضيرها كتير كتير سهلة، بتعطيني هي النتيجة. صدقوني الطعم خيالي، الطعم رائع جدا. عجينة كتير طرية، هي العجينة مثل ما قلت لكم بتشتغل معكم لكافة انواع الفطاير، للبيتزا وكل انواع الفطاير بكل حشواتها. وطريقة تحضيرها مثل ما شفتوا سهلة، ما استعملنا فيها البيض ولا استعملنا فيها الزبدة، مكوناتها كتير بسيطة وبتعطيني عجينة كتير سهلة، عجينة كتير طرية هشة، طعمتها رائعة جدا وسماكتها كتير حلوة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم فيها، تدعموا لي الفيديو باللايك، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، ولا تنسوني من صالح دعاكم. انا شيف عادل من مطبخي مطبخ اكلات شامية، حييكم والسلام عليكم.